أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكيم شماش المناضل الكبير والأستاذ الكبير، والسيد عزيز بن عزوز، والسيد العربي المحرشي الذي قلما يجتمعون في مؤتمر إقليمي، وهذا حظ لنا. وأرحب باسمكم جميعا بالسيد فريد أمغار الذي
ساندنا ويساندنا منذ تأسيس الحزب إلى يومنا هذا. وأرحب السادة البرلماني والسي عزيز بن البار والسي حبيب المقدم الذين يشاركوننا في هذا الملتقى، وأشكرهم لأن هذا آخر المؤتمرات الإقليمية لجهة فاس بولمان، وأتمنى أن يكون هذا كيف كنقولوا بالدارجة الخير متخر، أتمنى أن يكون هذا الملتقى ملتقى قيم جدا. وبدون أن أطيل عليكم أعطي الكلمة الأولى للسيد الأمين الجهوي الذي تعبأ عبئا ثقيلا وحمل مسؤولية الإقليمية لصفرو وفي وقت صعب جدا، الكل يعرف السي عبد السلام زروان، فليتفضل مشكورا. شكرا سي جيش المناضل الذي لا ينطفئ، المناضل النشيط باستمرار. أريد في البداية أن أشكر قيادة حزبنا التي أبت إلا أن تحضر معنا برمزيتين متميزة، وكما سبق أن قال الشيخ بريش حقيقة حضور رئيس المجلس الوطني وبمعيته عنصرين من المكتب السياسي هذا افتخار لجهتنا واعتزاز لإقليمنا. الشكر موصول لكم، ونريد من خلالكم أن تبلغوه إلى الأمين العام الوطني. نحن اليوم في هذه المحطة في الحلقة الأخيرة من إرساء القواعد التنظيمية الإقليمية، وحرصنا أن يكون مؤتمر إقليمي لصفرو هو ختام مصر. ليس لي ولا عندي شتى القدره لانني راني تحت تاثير لهذ اللحظه، اذا ما غادي نمشي شي حاجه اخرى. اريد فقط ان اشكر جميع الحاضرين معنا من احزاب سياسيه ونقابات وممثلي مجتمع المدني، وكذلك ضيوفنا من جهات مكلاس، وكذلك الأمناء الإقليميين لفاس ومراعكم، والشكر كذلك موصول لنوابنا البرلمانيين سي عزيز البار، سي حسن بن قدر، سي محمد قغنب، هذو كلهم مفخرة لنا، ولي اليقين أننا سنمشي إن شاء الله في القريب العاجل عمل سياسي جديد مبني على رفع تحديات التنمية. هي اليقين، وكما سبقني في لقاءات أخرى، أن التمسوا من قيادتنا الطفاء دائما المتمس على السلطات العليا من أجل أن يحظى أن تحظى جهتنا ببرنامج تنموي مندمج متكامل على غرار هاتم بطنجة وبمراكش بالتنظيم، ولي اليقين أنكم ستكونون خير مدافعين لنا من أجل إرضاء هذا المطلب، علما على أننا نريد في إقليم الآن ختم بالعمل القصير بين الجهات ونرجع للإقليم، فنبغي نقول على أننا نريد من إقليم صوت
أن يكون عربة وليس عجلة عربة. شكرا موصول للجميع. الكلمة إلى السيك الأمين الرئيسي للجيش.